قصه ايران مع اصدقاء او اعداء وتحديدا مع اعداء، مثل قصه جحا مع ابنه حماره وشلكه. يعني ركب جحا على حمار لحاله مشكله، والركب هو ابنه مشكله، تركوا الحمار يمشي لحاله وهن يمشي لحاله مشكله. يعني اذا ما ردت ايران بيقولوا ايران بيركبوا لها سيناريوهات، ايران ما بتتجرأ، وايران ما بتعتمد على وكلاء او على ازرع، وما عملت ايران. وردت ايران بيقولوا سيناريو وانه فبركه ومسرحيه. يعني طب ارضاء الناس غايه لا تدرك، ونحن ما منتظر الاعلام الغربي الا انه يحكي بهذا بهذا النفس حتى يخفف قد ما فيه ويسخف قد ما في هذا الرد. لكن لا احد خلينا نقول عاقل أو خبير على وجه الأرض بيقدر يقول أنه هيدا الرد منه رد تاريخي واستثنائي واستراتيجي، لأنه رامز أسس لمرحلة جديدة بالعلاقة مع إسرائيل. يعني لأول مرة بالتاريخ أنه بيكون في هيك عملية هجومية من قبل دولة على الكيان الإسرائيلي. والأمر الثاني انه هكذا عدد من الصواريخ والمسيرات غير مسبوق. لاعطيك بس مثل بهذا الاطار، انه حتى هن حاولوا يسخفوا قد ما فيهم ضربه انه الضربه ما حققت اهدافها. قالوا هن انه 99% من الصواريخ والمسيرات تم اعتراضهم. اللي اطلقتهم ايران بهيدي العمليه اكثر من 325 صاروخ ومسيره. طيب إذا نحن بس فقط شفنا، يعني إذا كان 99% مفروض أن ينزل فقط 3 صواريخ أو 4 مسيرات أو مخلوطين. طيب نحن شفناهم بوسائل التواصل الاجتماعي اللي مصورينهم الإسرائيليين، طيب 20-30 صاروخ، هودي غير المتصور. فعمليا هيدي واحدة كذبة من الكذبات الكبيرة اللي عم يصبوها الإسرائيلي وغير الإسرائيلي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مجرد قرار الرد واتخاذ قرار الرد والرد وإطلاق الصواريخ والمسيرات، هيدا بحد ذاته تحول ومفصل في الصراع القائم بين الإسرائيلي والإيراني. نحن يعني عم مستوى طرفين عم بحكي. الأمر الثالث بعتقد إنه هذا الأمر، يعني عفوا، هذا الأمر جد مهم، إنه بالمضمون أنت كسرت كل شيء وبين إنه الإسرائيلي لوحده مش قادر يعمل شيء. لو ما كان في عندك الأمريكي والفرنسي والبريطاني وبعض الدول العربية، وبالرغم من كل إمكانياتهم صدوا أسقطوا بعض الصواريخ والمسيرات، ولكن لم يسقطوا كل المسيرات أو 99% مثل ما قالوا. هاي كذبة كبيرة جدا جدا كبيرة. يعني الإسرائيلي كان يأخذ على الدول العربية أنه الانتخابات 99%، هلا هو نفس الشيء صار عم يعتمد نفس الأسلوب. فعمليا والشيء المهم اللي لازم نلتفت له رامز هو أنه الإيرانيين ما استخدموا التكنولوجيا المتطورة أكثر. بس من هون انطلاقا، يعني بالمقابل أيضا الإيراني كان يعني يريد هذا التحديد أو الأثر المحدود، انطلاقا من أنه لا يريد الدخول بهذه يعني بحرب مع الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكي، يعني لا يريد هذه المواجهة الشاملة. كان مقصود أن يكون هذا الأثر المحدود لهذا الرد غير المسبوق بالحجم. لكن من حيث الأثر، هل توافق أنه كان أثره محدود، يعني مقصود من قبل الإيرانيين أن يكون ذات أثر محدود؟ تماما. الإيراني هل هو قال أنه هذه الضربة محدودة هدفها معاقبة الإسرائيلي، لأنه المجلس الأمن الدولي ما قام بمهمته، فاضطر الإيراني يأخذ حقه بإيده مثل ما بيقول. والأمر المهم بهذا الإطار أنه الإيرانيين صحيح عملوا ضربة محدودة، استهدفوا فقط المواقع العسكرية وبعض المطارات، وما استهدفوا مواقع اقتصادية وحساسة وغيرها، لأنه كان هدفهم أنه ما بدهم يجروا المنطقة لحرب. هذا القرار متخذ عند الإيرانيين.